الأعزاء والجمعيات التعاونية والجمعية. إحنا اليوم في دار المحافظة وتحت رعاية عطوفة المحافظ سنطلق مشروع تخدير الاقتصاد الفلسطيني. هذا المشروع الذي سيستمر 3 سنوات وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، ومعنا الكثير من الشركاء من وزارات الاختصاص كسلطة جودة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم. سننفذ هذا المشروع مع جمعية ذنابي التعاونية، حيث سنطور مصنع الكومبوست وسنقوم بالتسويق والترويج لهذا المنتج الفلسطيني المهم والضروري للزراعات الفلسطينية. إضافة سيكون لدينا هناك تدخلات مع المدارس ومع الجمعيات النسوية لعمل الكثير للتثقيف ولتعليمهم التدوير، وكذلك للعمل الكثير من الحدائق المنزلية والحدائق المدرسية في المدارس المذكورة. المشروع اللي احنا اليوم فيه اللي هو مشروع تحويل الزائد او الفضلات او المتبقي من سواء من الأغذية او من الأعشاب اللي بتكون في الأرض، احنا بنقدر نستثمرها ونعملها سماد، واللي هو مشروع الكومبوس اللي هو مشروع عظيم جدا، وهو الآن اصبح وكأنه مشروع يعني مستورد. لا، هو مشروع موجود في سلوكنا، في سلوك أجدادنا وكبارنا، كانوا يستفيدوا من هذه الأمور بحفر جوار والاستفادة منها وتخميرها والخروج بتربة جيدة وخصبة. يعني لازم احنا نجربها أصلا في بيوتنا، في حدائقنا. اللي عنده بيت وعنده حديقة بيقدر يعملها، ولكن هذا مشروع يعني أوسع بكثير، لأنه بحتاج لأماكن، بحتاج لآليات، بحتاج لعمال، وبحتاج لمساحات مشان إحنا نقدر نستثمر أكثر.